مع سعادة الدكتور أمنيات الهاجري المدير التنفيذي لقطاع صحة المجتمع في مركز أبوظبي للصحة العامة. بعد طيب ومفيد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام والرحمة، يا مرحبا بك عبد الملك، سعيدين بسماع صوتك. إيش حالك؟ عساك بخير. الله يسلمك ويحفظك يا رب. الله يحفظ. الصحة ثروة الإنسان، صح ولا لا؟ دائما سبحان الله العظيم. اليوم عندنا نحن في اهتمام، في رعاية، في عناية من 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 حكومتنا الرشيدة بعملية أن نبقى دائما أصحاء. يمكن هم قاعدين يخططون لنا زين في 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 الحصول على يمكن مؤشرات إيجابية يضمنون سلامتنا الصحية، سلامتنا البدنية، ومسوين فحص دوري شامل يزودهم بعمليات. ولكن علينا نحن أيضا أن نشارك في مثل هذه الفحوصات. ونتكلم مع سعادة الدكتورة أمنيات الهاجري عن برنامج الفحص الدوري الشامل افحص. برنامج الفحص الدوري هو أحد المتطلبات الأساسية لاستمرار الاستفادة من كافة منافع بطاقة الثقة. يرجى التوضيح أكثر حول هذا الموضوع سعادة الدكتورة أمنيات. أنا شاكرة جدا بعد الملك لوقتكم اليوم ولإتاحة هاي الفرصة ولمقدمتك الجميلة جدا. ما أعتقد يخفى على أي حد من هالبلاد أن حكومتنا الرشيدة جعلت صحة الإنسان هي الأولوية الرئيسية لهم منذ البداية وفي جميع مراحل تطور نهضة دولتنا. الإنسان هو الثروة الحقيقية. أكيد. ولذلك نحن نتوقع من أهل البلاد بعد أنهم يردون الجميل ويعتبرون مشاركتهم في مثل هذه الفحوصات اللي تقدمها لهم الحكومة واجب وطني حقيقة، لأن هذا البرنامج يعد النوع، يعني يعد فريد من نوعه في جميع دول العالم بشكل عام. ما بتلاقي حد يقدم فحوصات طبية استباقية مكفولة مجانا لحملة بطاقة ثقة من فوق عمر 18 سنة وإلى عمر 75 سنة، مربوط بمنظومة معلوماتية متكاملة تساعد على متابعة حالة المريض، الكشف المبكر، وأيضا تحويلهم للخدمات العلاجية المناسبة، وأيضا مرفقة بحملات توعوية تعزز الوقاية من الأمراض والكشف المبكر عنها. فهذا البرنامج موجود كجزء من منظومة البرامج الوقائية عندنا، وهو برنامج افحص اللي مخصص لفئة البالغين. برنامج افحص يكشف مثل ما الكثير يعرف عن أمراض مزمنة مثل أمراض القلب، الأوعية الدموية، السرطانات، وعوامل الخطورة التابعة لها مثل ارتفاع ضغط الدم، مرض السكري، ارتفاع الدهون واختلالها، صحة الفم والأسنان. وكذلك نركز على صحة العظام، صحة النفسية، وفحوص صحة كبار المواطنين. هذه الفحوصات فيها تقييم شامل بناء على استبيان صحي عام، وأيضا فيها فحوصات سريرية، فحوصات دم، بالإضافة إلى الفحوصات التخصصية. طبعا انطلاقا من أهمية هذا البرنامج، البرنامج وجد على فترات مختلفة وتم تطويره، وأهم وأجمل ما في برامج الصحة العامة اعتمادها على التغيير المستمر والتغيير الإيجابي بما يتناسب ب يعني أفضل التطورات العلمية وكذلك أفضل المخرجات. جميل. فنحن وصلنا إلى مرحلة مهمة جدا، وهي مرحلة أن إجراء هذا الفحص أصبح جزء من المتطلبات الأساسية للاستفادة من جميع منافع بطاقة ثقة لحملتها من تصل أعمارهم إلى 18 سنة. ويهمني جدا أن أنا أنوه أن حاليا في برنامج واضح لتذكير الأشخاص، يعني الأشخاص اللي قاربت بطاقاتهم على الانتهاء وقارب موعد التجديد قبل 4 أسابيع من انتهاء البطاقة، تصلهم رسائل نصية، مراسلات توعوية وإرشادية عبر قنوات مختلفة، من ضمنها رسائل نصية من شركة ضمان عبر برنامج ثقة، من ضمنها رسائل مباشرة عن طريق تطبيق ثقة، ومن ضمنها أيضا رسائل تصل عبر قنوات الواتساب لمساعدتهم على إتمام الفحص اللازم قبل موعد تجديد بطاقاتهم. وبعد مهم جدا أن أنا أركز على أن في استثناءات تضمن أن نحن بقدر ما يهمنا يعني تعزيز استجابة
المواطنين بهذا البرنامج، يهمنا أيضا أن نحن نوفر لهم الخدمات اللي يحتاجونها مثل جميع حالات الطوارئ كلها مستثناة، كذلك الأشخاص اللي مصابين بأمراض مزمنة مثل السكري وأمراض القلب والسرطان، الله يبعد عنا وعنكم كل شر، خواتنا الحوامل وأصحاب الهمم ومرضى الرعاية الصحية المنزلية، كل هذيلا نشجعهم على إجراء الفحص، لكن يتم استثنائهم من الوضع اللي هو في ربط للاستخدام الكامل لبطاقة الثقة بجميع منافعها بإجراء هذا الفحص. مرات عند الأشخاص تصير مضاعفات أو يحس بمرض اعتلال جسمي صح، وبعدين يعني يؤجل هذا الشيء ما يروح، يسوي في الأمر هذا، وبعدين يكتشف أنه بعد فترة صار عنده مضاعفات أمراض سبحان، ليش؟ لأنه يعني أجل وصارت عنده مشكلات صحية، ما اتخذ التدابير الوقائية أو العلاجية في وقتها المبكر، فالآن هو قاعد يشوف النتائج هذه المضاعفات اللي صار، ما عنده حاجة اسمها النظرة المستقبل الاستباقية للأحداث. فاليوم أعتقد أن هذا الفحص فحص شامل بيساهم في الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة مثل اللي ذكرتيها دكتورة أمنيات، صحيح؟ صحيح، والأهم من هذا كله أن الفحص متوفر في أكثر من 150 مركز صحي تابعين لأكبر 5 مزودين للخدمات الصحية مثل شركة صحة، شركة مبادلة N42، مجموعة برجيل، ميديكلينك، NMC، وفي حال أن الشخص نسى أو تأخر لأي سبب، سبحان الله ترى طبيعة الإنسان، صحيح، الإنسان دائما يسوف لين اللحظة الأخيرة أو يقول لك أنا ما بيستوي بي شيء، فإذا لا سمح الله وصل الشخص إلى هاي المرحلة وراح إلى أحد مزودي الخدمة وكان هذا الوقت اللي المفروض أنه هو يجري فيه الفحص، فإن مزود الخدمة مباشرة أصلاً يجري له الاستبيان، يجري له فحص الدم ويستكمل الخدمات العلاجية الأخرى اللي هو يحتاجها. جميل. وهو موجود عند مزود الخدمة. بما أنك ذكرتي الفحوصات الإضافية، لمن تعرف على أيضا يمكن الهوية الجديدة لبرنامج الفحص الدوري الشامل افحص، هويتكم الجديدة في إضافات فحوصات جديدة لخطة الفحوصات اللي كانت قبل وضاف عليها شيء جديد. الله يحفظك عبد الملك، نحن ما عودناكم دائما كل برنامج جزء من رحلة حياته أن يتم مراجعته بشكل عام حرصا منا على التطوير الإيجابي. في منتصف 2022 سوينا مرحلة تجريبية إلزامية لموظفين 5 جهات حكومية من الفئة المستهدفة عشان نعرف التحديات، نشوف مخرجات التجربة، وخذنا عينات عشوائية من المجتمع عشان نعرف يعني وجهة نظرهم في البرنامج بشكل عام، حالتهم الصحية، هل سمعوا عن البرنامج ولا لا، شو اللي نحتاج نحن نسوي، فحوصات إضافية، تغييرات معينة، وكذلك اجتمعنا مع كل مزودي الخدمة اللي شاركوا في البرنامج عشان نستفيد من خبراتهم في تطوير البرنامج وتسهيل الوصول له. بناء على هاي المرحلة التجريبية أعدنا هيكلة الحزم اللي موجودة لتقديم الخدمات الوقائية والكشف المبكر للمواطنين بحسب كونه ذكر أو أنثى وبحسب العمر. هدفنا الأساسي فيها كان تسهيل رحلة المتعامل وتقليل مدة الانتظار وتسهيل استكمال الفحوصات بطريقة أكثر سلاسة، وأن نحن نضمن أن ما تتكرر الفحوصات دون الحاجة لإجراءها. غير هذا عززنا منظومة المعلومات الصحية، حاليا في ربط كامل لهذا الفحص بنظام ملفي بسجلات الأمراض المزمنة الموجودة في دائرة الصحة عشان نتمكن من متابعة مخرجات البرنامج بشكل تفصيلي، ونتأكد أنه مش بس الشخص أجرى الفحص، أن الشخص أيضا أجرى الفحص تم تحويله لتلقي الخدمات، ومستقبلا يمكننا أيضا النظر في مخرجات التدخلات العلاجية اللي قدمت له. ومن أهم التغييرات الجميلة اللي اشتغلنا عليها في مركز ضبابي للصحة العامة ودائرة الصحة هو إطلاق الهوية الإعلامية الجديدة. دور القنوات الإعلامية ووصول الرسالة إلى الناس دور مهم جدا، وحاولنا أن نحن في هويتنا الإعلامية الجديدة نجسد أهمية صحة الإنسان بالنسبة لنا وللقيادة، نعكس قيم البرنامج الرئيسية،
نحن نحبكم باختصار، الله هدفنا الله الأساسي رعايتكم. الله الله الله، يعني جميل. هذا بتشوفه في شعارنا بكل نعم وضوح، جميل. تعاطف، رعاية، الاهتمام الشخصي، دقة في التشخيص. يعني صحتكم عندنا أهم ما هي عندكم، هذا تأكدوا حبكم إن نحن لنا، بنتابع بكذا جزاك ما الله نقدر. خير، هذا حبكم لنا كأفراد مجتمع وكأسر، ترى أنتم انطلق حبكم من رؤية قيادتنا وحرصها للوصول إلى مجتمع يتمتع بالصحة والسلامة، ويعني تخصص له وتسخر كل الإمكانيات لسلامته وصحته، هذه أولوية وطنية في قيادتنا، سلامة الإنسان في قلب القيادة الرشيدة مثل ما ذكرت دكتور. البرنامج راح يساهم في تعزيز الوقاية من الأمراض، يكشف عن عوامل الخطورة المرتبطة بالحالات الصحية، يا ريت نتكلم في هذا الجانب أيضا دكتورة. صحيح الله يحفظك. أساس تصميم البرنامج إن نحن ننظر بأفضل الممارسات اللي موجودة عالميا وأفضل التوصيات العلمية، ونحط هاي الفحوصات في مظلة واحدة يسهل الوصول من أبنائنا وبناتنا وأخواننا وخواتنا وأهالينا لهذه المنظومة، وتكون جزء من منظومة متكاملة من الفحوص الوقائية. ما يخفى عليكم نحن نعتني بالإنسان من مرحلة ما قبل الولادة، من فحوصات ما قبل الزواج إلى فحوصات حديثي الولادة، بعدين قبلها فحوصات الحمل حديثي الولادة، فحوصات الطفل الصحي، بعدين فحوصات المدارس، ونسلمها لفحص وقاية سابقا اللي حاليا ضم في برنامج افحص جميع البرامج الوقائية السابقة اللي تهتم بالحماية من أمراض القلب والشرايين بما فيها السكري، ارتفاع ضغط الدم، اختلال الدهون، وأيضا الكشف المبكر عن السرطانات، الصحة النفسية، صحة الفم والأسنان، وصحة كبار المواطنين، النظر، السمع، وأيضا فحوصات تخصصية نادرة من ضمنها الكشف عن توسع الشريان الأبهر اللي للأسف يتسبب أحيانا في وفيات مفاجئة ما يعرف الشخص سببها. ما يخفى عليكم نحن في مرحلة انتشر فيها انك تسمع والله فلان فجأة صار عندنا نزيف وتوفى، فلان دخلوا يوعونا مرقاد وما نش. يعني صح الأعمار بيد الله سبحانه وتعالى، لكن الله سبحانه وتعالى أنزل لكل داء دواء. صحيح. ودورنا الأساسي أن نحن نستغل هذه الفرص اللي تقدمها لنا قيادتنا الرشيدة اللي اعتبرتنا الاستثمار الحقيقي لدولتنا الحبيبة. أقل ما نتوقعه هو أن نحن بالمقابل يكون لنا دور إيجابي أحسنت. فعال في الحفاظ على صحتنا، تشجيع اللي حولنا لإجراء الفحوصات الوقائية. في الختام عبد الملك إذا بتسمح لي عندي رسائل محددة بس أحتاجها من الجمهور حاليا، وإذا ممكن تساعدونا في إيصالها. أبشري. الله يحفظك يا رب ويبشرك بالجنة وبالخير دوم. آمين. أنا أقول للجمهور دائما يا جماعة ترى نحن يعني نقضي ساعات طويلة خلال اليوم أما على التلفون، نتصفح مواقع التواصل الانترنت الاجتماعي، نعم. نشوف نتفليكس وبرامج تلفزيونية، نطلع ونيلس ونروح، ولين يا وقت الفحص نقول والله ما عندي وقت. يا جماعة الخير أنت عندك أكثر من 8600 ساعة في السنة، ما عندك ساعتين لإجراء الفحص اللي يعني يذكرونك فيه 4 أسابيع قبل موعد إجراءه. صدقتي. يعني صراحة أنا مش قادر أستوعب اللي يقول لي ما عندي وقت، ما أقدر أصدقه صراحة. الشيء الثاني اللي نحتاجه من الناس، نحتاج أنهم يبتدون في تحميل تطبيق ثقة. أنا أعرف أن كثير منهم يمكن ما ينزلون هذا التطبيق حاليا، بس أعرف بعد أن كثير منا يحتاجونه، لأنه تلاقي فيه كل المعلومات اللي مختصة بفحوصات فحوصات العائلة. نحتاج لتحديث أرقام الاتصال الخاصة فيكم واللي موجودة في برنامج في تطبيق ثقة هذا. عن طريق التطبيق غير رسائل الهاتف اللي توصل للناس، بتوصل رسائل عن طريق التطبيق أيضا. أتذكرهم بمتى لازم يسوون هذا الفحص وبالاستعجال في إجراءه، وممكن حتى تساعدهم في أخذ المواعيد. الرسائل اللي بتوصل للأشخاص حاليا عن طريق التليفون تراها مش موجهة لك فقط، كل اللي منا عنده بطاقة ثقة يعرف أن البطاقة ترى بطاقة عائلية، يعني أنت وحرمتك وعيالك اللي فوق عمر 18 سنة. الرسالة هاي موجهة للجميع،
تجديد البطاقات كلها في نفس الوقت. كل الشكر كل التقدير، الوقت أدركنا، رسائل مهمة بالنسبة لنا، وهذا اهتمام مركز أبو ظبي للصحة، اهتمام بصحة أفراد المجتمع، وقاعدين يحطوننا نحن كأفراد مجتمع على رأس قائمة أولوياتهم تحقيق لرؤيتنا أبو ظبي مجتمع معافى. كل الشكر والتقدير سعادة الدكتورة أمنيات الهاجري المدير التنفيذي لقطاع صحة المجتمع بمركز أبو ظبي للصحة العامة. مشكورة دكتورة، شكرا جزيلا، والله يحفظكم ويحفظ أهاليكم ونشوفكم دائما في خير وصحة يا رب. بإذن الله، مشكورة.